كذبوا عليكم فقالوا إن مدح النبي بدعة، وكذبوا عليكم فقالوا إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكشف كذبهم. سيدنا العباس يبتهج بالمولد النبوي ويمدحه، والنبي يفرح بذلك. براني رضي الله عنه بسند حسن وغيره عن سيدنا عباس بن عبد المطلب نظم قصة المولد النبوي فقراها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، روى أنه قال له: يا رسول الله، إذن لي أن أمتدحك بشعر؟ قال: قل لا يفضل الله فاك. قال: من قبلها، أي قبل هذه الأرض، تبت في الظلال، أي روحك طابت في الجنة مع آدم، تبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، لما عصى آدم ربه وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة حيث يخصف الورق، ثم هبطت إلى البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين، أي سفينة نوح، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء دونها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور سبل الرشاد نخترب. النبي قال: لا يفضل له فاك، كبر عمره وطال ولم يخرج له سن واحد، لا يفضل الله فاك، مولد في المصطفى سمعته أذن المصطفى، مولد في المصطفى سمعته أذن المصطفى، قال: ونحن في ذلك الضياء وذلك النور. صدقت يا عباس، ونحن بعدك بألف وأربعمائة سنة في ذلك الضياء وذلك النور، وهل عرفنا لا إله إلا الله إلا بمحمد، وهل عرفنا القرآن إلا بمحمد، وهل عرفنا الرحمن إلا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال له: يا رسول الله، إذن لي أن أمتدحك بشعر؟ قال: قل لا يفضل الله فاك، مولد في المصطفى سمعته أذن المصطفى، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، قال: قل لا يفضل الله فاك، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور سبل الرشاد نخترب.